ينضم إلينا الأكاديمي والمحاضر في جامعة اليرموك الدكتور صالح الجرادات. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور صالح. أبدأ معك بقراءة مبسطة إذا أردنا تقديم هذه القراءة للمسار لما يتعلق بالتصحيح ولما يتعلق بالمرحلة القادمة ومتطلباتها بناء على التعديلات الأخيرة لقانون الأحزاب والانتخاب. إلى غاية هذه اللحظة كيف يمكن قراءة هذا المسار؟ يعني الدولة الأردنية دخلت في مسار ديمقراطي جديد مع مخرجات منظومة التحديث السياسي والانعكاس القانوني لهذه المنظومة، حيث أقرت قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات والانتخاب. هذه القوانين حرصت على إضفاء بعد سياسي أكبر على العملية الانتخابية في الأردن، من حيث وجود مقاعد مخصصة للأحزاب، من حيث الحرص على تمثيل الشباب وتمثيل المرأة. نقلت بالتأكيد هذه المنظومة الأردن إلى نقطة أفضل على الصعيد الديمقراطي في استمرارية للمسار الديمقراطي الوطني الأردني الذي بدأ منذ الخمسينات، وهو ليس وليد اللحظة لكنه يتطور شيئا فشيئا، أحيانا يتعرض لبعض الانتكاسات لكنه في مسار صاعد واثق من نفسه، حريص على المصالح الوطنية العليا وحريص على أن ينتج برلمان يمثل الشعب الأردني سياسيا في مختلف المجالات. طيب الآن بناء على المحطات التي يمكن أن تفرز ما هو قادم وما هو مأمول في المرحلة القادمة للبرلمان والوصول إلى الحكومات الحزبية والبرلمان الحزبي بشكل أو بآخر، كيف يمكن الحديث عن تهيئة ثقافة المجتمع؟ وبرأيك هل المجتمع الآن ما زال يتحدث بشكل واعي عن هذه العملية والجهات التي قامت بمحاولة توعية المجتمع بهذه التغيرات التي حدثت؟ مسألة التوعية بالقانون الجديد وبهذه المرحلة الجديدة هي، دعنا ندرك أولا أنها مسألة تراكمية متواصلة. بالتأكيد نحن الآن وصلنا إلى نقطة لم نكن فيها سابقا من حيث وضوح الانحيازات الحزبية والسياسية داخل المجتمع. الآن أصبح الناس يتحدثون عن انحيازات حزبية لهم، يتحدثون عن نوايا تصويت لأحزاب، يتحدثون عن تنافس بين هذه الأحزاب. هذه نقطة في الساحة السياسية الأردنية جديدة. في السابق كنا نرى أن المرشحين يخفون هوياتهم الحزبية، لا حضور للأحزاب في الانتخابات، بينما الآن نحن أمام قوائم حزبية وصل عددها إلى 25، دعاية حزبية قوية، تنافس في البرامج. طبعا بالتأكيد هذه المسألة تحتاج إلى تطوير وستتطور مع الوقت. أضف إلى ذلك أن الحضور الحزبي لم يتوقف فقط على القوائم الحزبية التي خصص لها 41 مقعد، بل انتقل أيضا إلى القوائم المحلية. هناك العديد الآن من المرشحين في القوائم المحلية مدعومون من أحزابهم، يظهرون هويتهم الحزبية، ولاحظنا حضور جيد للأحزاب في تشكيل حتى القوائم المحلية. هذا يعني أن الأحزاب السياسية بدأت يعني تترك تأثيرها على المسار الانتخابي في الأردن على مختلف المستويات. طبعا هذا المسار ستجد في الانتخابات حتى ما القادمة على مستوى البلديات وغيره أن الأحزاب حضور سيتزايد بالتدريج. هذا ما هدفت إليه بالتأكيد منظومة التحديث السياسي، وهذا ما نأمل أن نصل إليه وسنصل إليه بعد ولكن دكتور صالح هل تعتقد بأن الأحزاب فعليا تفهم وتحاول أن تقدم برامج من الممكن أن تكون مقنعة للشارع الأردني، وليس فقط نتحدث عن الشارع إنما نتحدث عن فئات معينة تحديدا فئة الشباب؟ وهذا يقودنا إلى السؤال حول نسبة الشباب المنضويين تحت الأحزاب ونسبة أيضا المرأة في المشاركة في العملية الحزبية. تصريحات مجلس المفوضين ورئيس هيئة المستقلة للانتخاب يتحدث بأنه الأرقام لم تكن كما هو مأمول، لأننا في بداية المرحلة. يعني يجب أن نكون هنا وننظر إلى مسار التحديث السياسي الديمقراطي في الأردن بنفس طويل قليلا. هناك حضور واضح للأحزاب بين الشباب في الجامعات، هناك نسبة مرأة جيدة داخل الأحزاب. حتى نصل إلى ما هو مأمول علينا أن ننتظر بعض الوقت. بدأت الأحزاب طبعا بالعمل مع الشباب في الحملات الانتخابية، هناك انحيازات واضحة بينهم خصوصا بين طلبة الجامعات، وطبعا نحن شهدنا انتخابات في مختلف الجامعات في الأردن وكان هناك حضور للأحزاب فيها. المسألة ليست بالأعداد، يعني أنا لا أنظر إلى مسألة حضور الشباب
في العمل الحزبي من خلال أعداد المنضوين تحت الأحزاب فقط. هناك الولاءات الحزبية وهي قد لا تكون بالعضوية فقط. الكثير من الأحزاب القوية في العالم عدد الأعضاء فيها لا يشترط أن يكون كبيرا. وبالتالي أنا بعتقد أنه الحيازات الحزبية والسياسية للشباب وللمرأة وللمجتمع ككل طبعا ستتزايد بالتدريج، خصوصا مع هذه الانتخابات. نحن الآن في هذا اليوم دخلنا مرحلة الحملة الانتخابية بشكل علني. الآن الأحزاب ستنطلق بشكل فعال داخل المجتمع، ستلتقي بالشباب، ستلتقي بالمرأة، ستلتقي بمختلف القطاعات. سنشهد تنافس حزبي شديد بين هذه الأحزاب، وهذا ما كنا نأمل في الوصول إليه، وهو ما سينعكس بالتأكيد إيجابيا على كافة المسار. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. كنت معنا الأكاديمي والمحاضر في جامعة اليرموك الدكتور صالح الجرادات. وصلنا إلى نهاية